English now. Grade 6. Unit 10. The tour. Hello everybody. Today we are going to talk about if conditional. النهارده اولاد هنتكلم عن الحاله الثالثه الاف. The third type of if. ده من خلال كلامنا عن lesson 1 and 2 if the third conditional. ها زي ما تعودنا حبيبي, do you remember, فاكرين, we have four types of if. كان عندي اربع انواع if. ها zero conditional, if type 1, we talked about if type 2. Today we are going to talk about if type 3. واهم حاجه اولاد نعرف اليوسج الاستخدام. انا بستخدم if type 3 امتى؟ بستخدم if type 3, تعال الاول اعرف معناها ايه او بتستخدم في ايه. It's used to talk about impossible. بتتكلم على استحالة الحدث. Imaginary أو التخيل. Situation موقف تخيلي. فين؟ In the past. بمعنى أنا لو بتخيل حاجة حصلت زمان عكسها, بتخيل عكس الحاجة اللي أنا بتخيلها زمان, يبقى هي ممكن هو زمان ممكن يحصل تاني. الموقف اللي حصل زمان ممكن أي يحصل عكسه؟ لا طبعا استحالة, عشان كده قلت إيه, ها impossible. imaginary أو تخيل للموقف, تمام. وممكن كمان يكون لها معنى تالت أو استخدام تالت في حالة regret. بمعنى إيه الكلام ده؟ أنا بتخيل نفسي لو أنا كنت trip with my friends, مع أصحابي, تمام. بعد ما رجعت من الرحلة أولادي اللي مع أصحابي بحكي لماما, طبعا أنا بحكي لها بس بقول لماما يا ماما لو كان معايا كاميرا. ها هو أنا كان معايا كاميرا؟ لا طبعا, أنا بتكلم عن الرحلة اللي إيه عدت وفاتت. استحالة طبعا يكون معايا كاميرا لأن في الوقت الماضي ما كانش معايا, عشان كده قلت impossible. وبتخيل ده لو كان معايا, يعني عكس الحدث, لأن في الواقع in fact I didn't have camera. صح كده شباب؟ ها وفي نفس الوقت ممكن بعبر عن ندمي اللي هي حالة regret. انا بعد ما اتكلمت على المينينج اف, تاني حاجه هتكلم عليها الفورم, تكوين القاعده بتاعت اف تايب 3. لازم اعرف تكوينها علشان واحنا بنحل في الامثله ابقى عارف القاعده دي بتتكلم عن ايه. انا لو جيت قلت لك اف, احنا اتفقنا تايب 3, وي بوت اف, ها واتفقنا تو لينك بتوين تو سنتنس, تربط بين جملتين. ذا فيرست وان after if we put past perfect, بما اني انا بتكلم عن ماضي, ها طب ليه ما استخدمتش الباست سيمبل؟ احنا خدناها في تايب 2, لكن انا بتكلم على تايب 3. لا ده انا بقى هستخدم عكس الماضي اللي تم, عكس الماضي, عشان كده استخدمت باست ايه perfect, تمام. subject في الجمله الثانيه would have will be be of the verb أو التصريف الثالث للفعل. يبقى نقول تاني after if past perfect, بعد كده حط would have be of the verb. إيه اللي حيحصل لو كان ذهب الحفلة؟ he would have seen, كان زمانه شاف, his old friends, أصدقائه القدامى. بس in fact ولاد, في الواقع بقى he didn't go to the party and he didn't see his old friends. لكن لو انا تخيلت imagine in the past, تخيل في الماضي اللي حصل, ها if he had gone
to the party. ده لو كان راح الحفلة. He would have seen. كان زمانه شاف مين. His old friends. لاحظ معايا بقى. ها. We put if in the first of sentence. حطت if فين؟ في أول الجملة. برافو عليك. After it. ها. We put past perfect. طيب ها لما حطيت إيه في الأول عشان أربط الجملة الأولى بالجملة الثانية ها حطيت إيه excellent كاما. طب بقيت الجملة he the subject would have will be be of the verb past participle صح كده؟ طيب another example. Another example. ها if طبعا احنا عرفنا مكانها فين يا ولاد. دي السبجكت اللي عندي هاد هاد هوليداي لو كان عندهم اجازه كان ايه اللي حصل كاما they would have traveled كانوا سافروا بس in fact بقى ها in the past الواقع في الماضي كان ايه اللي حصل they didn't have a holiday وبالتالي they didn't travel ما سافروش تمام شايف شفت هما دخلت إيف عليها عكست اللي حصل في الماضي ها لو كان مع إني ما كانش عندهم كانوا سافروا مع إنهم ما سافروش تمام شفت كده إيف ها طب وهما حطيت إيف في الأول ربطت بين الجملتين إزاي يا ولاد to link between two sentence with comma excellent تمام the third one المثال الثالث لا انا هلخبطك بقى شويه انا مش عايزه احط اف في الاول تعال بص كده in the middle انا حاطه اف في المنتصف طيب هعمل ايه القاعده بتاعتك واضحه after if we put excellent past perfect another sentence الجمله الثانيه would have pb of the verb طب اسمع بقى كده they would have eaten fast food كانوا هياكلوا أكل إيه سريع if لو she hadn't cooked lunch لو ما كانت شي عملت الإيه الغداء أو لم تطهو الغداء in fact you didn't get up early حضرتك ما بتصحاش بدري فشيء طبيعي ها you didn't catch the bus مش هتلحق الباص طب تعالى كده لو قلت لك if هقول لك if you had got up early كان زمان حضرتك you would have caught the bus او ها لو هحط if we put if in the middle هقول you would have caught the bus كنت هتلحق الباص الكلام ده امتى if you had got up early لو كنت صحيت ايه بدري شايف انا جبت لك الوضعين اللي if in the first in the middle number 5 صاحبنا he wouldn't have become ill ما كانش هيبقى تعبان لم يصبح تعبان الكلام ده امتى if he had eaten well لو كان بياكل كويس لكن من الواضح he didn't eat well ما بياكلش كويس وبالتالي he أصبح became ill لو دخلت if هقول if he had eaten well ده لو كان كويس he wouldn't have become ill ولو هحط we put if in the middle هقول he wouldn't have become ill كانش هيبقى مريض أو تعبان if he had eaten well لو كان بياكل كويس كده ولاد Let's take question for the outstanding. يلا بينا كده ناخد مع بعض سؤال المتفوقين عشان نعرف تحصيلك للقاعدة كان عامل ازاي. ها. Rewrite. Number one.
You brushed your teeth daily. حضرتك بتغسل سنانك وانت بتغسل سنانك يوميا. You didn't go to the dentist. مش هتروح لطبيب الأسنان. Use if type 3.